أهلا وسهلا فيكم في درس جديد من الدروس التقنية التي أقدمها بشكل دوري على قناتي على يوتيوب. في هذا الدرس سنتعلم كيف نسوي صورة متحركة مثل هاي على الفوتوشوب. الآن طبعا الشرح راح يكون على الأدوبي فوتوشوب CS2. طبعا إن شاء الله راح أرفق لكم أيضا فيديو آخر بشرح كيف تعمل صورة متحركة. طبعا في فيديو آخر راح يكون كيف تعمل صورة متحركة باستخدام أدوبي فوتوشوب CS6، لأنه يعني بين CS2 CS6 تختلف الطريقة. الآن في البداية راح نختار Open، نختار أول صورة، صورة البداية خلينا نحكي، هاي هي، حط Open. إذا هاي هي الصورة. الآن نيجي على الصورة الثانية. طبعا هون عندي صورتين بس، طبعا إذا كان عندك مثلا 5 صور بدك تحولهم متحركات بدك تضيفهم. لاحظوا هسه المشكلة عندنا إنه كل وحدة فتحت في ويندوز لحال أو في ويندو لحال. الآن عشان نقدر نحركها، لاحظوا إن هون في عليها إشارة قفل، بنكبس على الصورة مرتين وبنختار أوكي. لاحظ إنه صار لاير ما عليه قفل. نيجي على هاي الصورة كمان بنضغط عليها مرتين، لاير زيرو أوكي. الآن عندنا هاي الصورة الرئيسية، بدنا نركب هذه الصورة فوقها. راح يصير هسه كما يلي: نيجي على اللاير، بنسحب الصورة بنحطها فوق الصورة الأولى، وبنتأكد يعني نسنترها بمكان انها تيجي تقريبا بنفس المكان اللي كانت يعني المفروض تيجي فيه. اذا هاي هي الصورة هيك حطيناها. صار لاحظ عندنا، صار عندنا لاير 1 لاير 2. طبعا اذا عندك اكثر من صورة زي ما قلنا 5 صور، بتحط الصورة رقم 3 اللي بدك تيجي ترتيبها الثالث، يعني ترتيبها في الظهور هو الثالث، بتحطها بعد ما تفك عنها القفل بتحطها فوق اللاير هذا اللي هو هذا اللاير. بدنا نجمع كل الصور في نافذة واحدة بتكون تظهر على شكل لايرات، بعدين الرابع والخامس زي ما انتو شايفين. الآن نخفي جميع اللايرات اللي فوق ونخلي اللاير الأخير، اللاير الأخير اللي هو المفروض يظهر أول إشي زي ما اتفقنا. آخر لاير هو المفروض اللي هو حط كان لاير زيرو، هو المفروض يظهر أول لاير. فبنخفي كل اللايرات اللي بتكون فوقه بالضغط على إشارة العين. بعدين بنيجي على قائمة ويندو، بنختار انيميشن زي ما بتلاحظوا ظهرت عنا أول لاير. بعدين بنضغط على إضافة لاير، هون لاحظ صار عنا لاير، ممكن تضيف 4 5 6 زي ما بدك. الآن في هون طريقتين، هون صار في طريقتين عشان تعمل صورة متحركة. يا إما صورة متحركة زي ما أنتم شفتوها على موقع حلول او اس، بتقلب الصورة بعد مدة معينة، يا اما بتعمل تدريج في نقل الصورة. يعني لما تتحرك الصورة يكون في تدريج، بيكون في بعض الشفافية اثناء النقل. هذا راح نورجيكم اياه الان. الان بعد ما اخترنا نيجي بنحط على اللاير الاول اللي هو طبعا احنا هون عم نختار حسب الترتيب، فبدك ترجع اللاير الرابع راح يكون هو الثاني، الثالث راح يكون الثالث، الثاني راح يكون الرابع، الاول راح يكون هو اللاير الاخير. فنضغط على هذا اللاير عشان يظهر هون عندنا. طبعا لازم نكون محددين الشاشه رقم 2 في الانيميشن. اوكي، الان راح نضغط على، اذا طبعا اذا بدنا اياه بس مجرد انه يقلب الصوره بعد 5 ثواني، بنختار من هون 5 وبنختار من هون 5 ثواني، وبنضغط على زر بلاي. لاحظ انه هسه كل 5 ثواني راح تقلب الصوره. لاحظ ما في اي تاثير، ما في اي شيء بالمره، وراح تضلها لوب. طبعا نحن حاطين لوب فور ايفر انها تضلها الى ما لا نهايه تقلب الصوره. عشان تسيفها بتختار من لائحه فايل سيف فور ويب.
طبعا اتأكد انك هون تختار جيف جي اي اف 128. الكالرز يكون 256، اذا تكون جيف والكالرز 256. تأكد من هاي الامور، يعني باقي الامور ما في مشكلة. تأكد انه نو ترانسفيري. اوكي، في هون في خيار، طبعا هون لازم يظهر انه فور ايفر. احنا على كل حال علمناها انه هي فور ايفر، بس نحن لغاية التأكيد. اذا هي لازم تكون اللوب فور ايفر، ما في هون عندنا خيار لوب. اوكي، اذا في النسخ الثانية من الفوتوشوب بيكون موجود هذا الخيار. اذا الان بعد ما اخترنا هذا الشيء نختار سيف على الديسكتوب، نسميه images only، بنختار images only gif، ونيجي على الديسكتوب مثلا نسميها رقم 2 save. الان لاحظ انه لما تيجي تشغل اللي هي الصورة، طبعا راح تكون الصورة تقلب. لاحظوا هسه صارت الصورة بتقلب اللي فتحناها، كل 5 ثواني بتقلب. هذا بالنسبة الآن للصورة اللي هي بتقلب كل مدة معينة، ما في لها تأثير أو ما في مؤثر معين عليها. الآن إذا بدك تحط مؤثر لما تيجي للخطوة هاي، طبعا هون رجعها أو لو خليناها مش مشكلة. بالخطوة هاي بتيجي بتكبس على هاي النقط الأربعة، رح نيجي هون نختار انه يكون بين كل فريم وفريم مثلا 1، نيكست فريم نختار هون 5 فريمات مثلا، انه قديش يضيف فريمات للتأثير، او ممكن نختار 10 فريمات ونخلي الخيارات الباقية زي ما هي. اذا هسه هون بصير لما ينقل بينقل بالتدريج، نعمل مثلا 0.1 سكند، انه 1/10 من الثانية او كل 10 ملي ثانية تقلب الصورة. الان لاحظوا لما نشغلها كيف راح يكون في نقل بالتدريج، يعني بنقل الصورة للشكل الثاني لكن بالتدريج. بإمكانك برضو بنفس الطريقة تسيفها، نسيفها بنفس الطريقة save for web. برضو نختار GIF، نتأكد انه الألوان 256. بعد ما نتأكد من هذه الأمور جميعها نختار سيف. خلينا نسميها مثلا 3.gif، نتأكد أنها تكون images only gif ومنسيف. الآن لاحظوا الآن لما نيجي نفتح الصورة كيف راح تفتح الصورة، اللي هي بتنقل من يعني تحرك الصورة لكن بالتدريج زي ما نحن اخترناها. بس نتأكد، نستنى شوي حتى تفتح. اوكي، فتحت الآن. تلاحظ كيف بنقل بالتدريج. طبعا الخيار إلك انه بانك تختار. طبعا هي بالنسبه لشعار الطريقه الاولى انسب، لكن بالنسبه ل ممكن تكون عم تسوي زي صوره من لقطات من فيلم، ممكن تكون هذه الطريقه انسب لها، خاصه اذا كان في صور كثيره. طبعا بس ضل ان شاء الله نتحدث في فيديو اخر، راح نتحدث عن كيف تعمل صوره متحركه باستخدام ادوبي فوتوشوب الاصدار CS6.
هذا الإصدار CS2 فقط، يعني الطريقة بتختلف من إصدار إلى آخر. إذا كان هذا درسنا لهذا اليوم، في حال أنه عجبكم الفيديو لا تنسوا تنقروا على زر لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، لا تنسوا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وعائلكم على المواقع الاجتماعية فيسبوك تويتر جوجل بلس، حتى يحين موعد درس جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.